السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة كاميرا العيادي، معكم في هذا الفيديو هذا لرصد الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الخاصة بأقاليم جهة درعا تفيلات ليوم 22 غشت 2020 إلى حدود الساعة 6 مساء. الحالات المستبعدة منذ ظهور الوباء 57124 حالة، الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء 1809 الحالات، حالة الشفاء 1162 حالة، حالات قيد العلاج 588 حالة، حالة الوفيات 43 حالة. بالنسبة لتقسيم حالات اليوم على حسب الأقاليم اللي كتنتمي الجهة، إقليم ميدال 878 حالة مؤكدة، الحمد لله ما تزادت فيها حتى حالة في 24 ساعة الماضية، شافت منها 116 حالة أي بزيادة 9 الحالات ديال الشفاء في 24 ساعة الماضية، حالتين ديال الوفاة. بالنسبة لإقليم الرشيدية 523 حالة مؤكدة، الحمد لله ما تسجلت فيها حتى حالة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 190 حالة، توفات منهم 17 حالة أي بزيادة حالتين ديال الوفاة في 24 ساعة الماضية. بالنسبة لإقليم تنغير 102 الحالة المؤكدة، تشافت منها 44 حالة، صفر حالة وفيات. بالنسبة لإقليم وجزات 895 حالة مؤكدة أي بزيادة 23 حالة مؤكدة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 744 حالة أي بزيادة 25 حالة ديال الشفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 21 حالة أي بزيادة حالتين ديال الوفاة في 24 ساعة الماضية. بالنسبة لإقليم زاكورا 111 حالة مؤكدة أي بزيادة حالة واحدة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 38 حالة، توفت منها 3 الحالات.